طيب فاكر لما قلت لك ان الشناوي هيحصل عليه ازمه الفتره اللي جايه لو الاهلي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا انت قلت كده؟ اه فاكر مش فاكر يعني حاجه ما تفتكرهاش متشكرين يا نجم متشكرين كارتيرون عايز يضم احمد ايمن منصور وخلى ناس تواصلوا مع اللعيب ودي مش اول مره يطلب كارتيرون هو اللي عايزه كان طلبه قبل كده دخلت على شغل ابو الشوق انا شوقي مش موجود اوكي يعني مش موجود سنه في عقده مع بيراميدز هو فاضل له سنه في عقده بالظبط زي ما ريهام بتقول كارتيرون طلب ان هو يبقى موجود كارتيرون عايزه كارتيرون كان طلبه وكانوا عملوا جلسه وديه من خلال المجلس السابق في المغرب خلال تواجد بيراميدز مع لما كان بيلعب قبل نهائي ونهائي الكونفدراليه والزمالك كان بيلعب مع الرجاء عملوا قاعدة مع اللاعب بحيث ان هم يضموه اللاعب عنده عرض سعودي بس هم قالوا لا ما تفكرش فيه احنا عايزينك عندنا في الزمالك لان عندهم هيستخدموا جوكر لو سواء سيرد باك او الناحية الشمال اللي عندهم فيها مشكلة وبنسبة كبيرة يعني في خطوات كبيرة في الحتة دي ليك واخد بالك ابو الشوق انت اليوم اللي بتغيبه عبد الباسط بيضرب اهو بخش في الاخبار بتاعه الزمالك ودخل على شغلك عشان بس نبقى متفقين اقول لك بقى ايه في انا كده بقى فهمت ايه هو انا كنت بقول لكم سنه طيب خلاص انا كده بقى فهمت بضرب عشان الاقي طبعا انا فهمت كل سنه طيب اللي كانت في الاول